الخير على حضراتكم، برحب بكم جولة جديدة مع أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية الصادرة صباح اليوم من قضايا وموضوعات. دعونا أولا نبدأ بملف العدد ونطالع معا من صحيفة نيويورك تايمز بعنوان تصاعد التوتر بين إسرائيل. شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيد جديد مع تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، مما يعمق المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع. يأتي هذا في وسط تطورات إقليمية متسارعة حيث تتشابك الاعتبارات السياسية والأمنية في المنطقة. هذا المشهد بيعكس تحديات كبيرة تواجه صناع القرار، تتطلب استراتيجيات متوازنة لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع تفاقم الأزمات. من نيويورك تايمز ننتقل إلى صحيفة لوموند الفرنسية، وفي السياق ذاته كتبت هذه الصحيفة تحت عنوان هدنة هشة مهددة بالانهيار. حذرت إسرائيل من تصعيد أعمق إذا استؤنف الصراع مع حزب الله، مؤكدة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الدولة اللبنانية لن تتمتع بالحصانة. يأتي ذلك بعد يوم دام شهد استشهاد العشرات في لبنان في أعنف هجوم منذ بدء التصعيد. التصريحات الإسرائيلية والردود اللبنانية تعكس توترا متصاعدا، مما يهدد الهدنة الهشة ويثير مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع تعصف بالاستقرار الإقليمي. وننتقل إلى مقال آخر من صحيفة The Washington Post والتي كتبت تحت عنوان تدمير ممنهج في غزة. كشفت تسجيلات مصورة لجنود إسرائيليين خلال العام الماضي عن مشاهد تدمير واسعة ومتعمدة للبنية التحتية في قطاع غزة، مما أثار انتقادات حول انتهاك القانون الدولي الإنساني. التسجيلات توثق عمليات هدم منازل ومنشآت مدنية، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى الضغط على السكان وفرض واقع ميداني جديد. هذه المشاهد تسلط الضوء على تصعيد خطير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتثير تساؤلات حول تداعيات هذه السياسة على الأمن والاستقرار في المنطقة. نذهب إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي كتبت تحت عنوان معارضة أمريكية. أعلنت الولايات المتحدة رفضها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة، وذلك غداة تقرير صحفي نفذه أن الجيش الإسرائيلي بصدد تسريع أعمال بناء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني. معنا الآن على الهواء مباشرة للحديث بشكل مفصل أكثر عن هذه الموضوعات دكتور أحمد شديد، المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. دكتور أحمد، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. اسمح لي أبدأ مع حضرتك بالسيناريوهات المحتملة لتداعيات انهيار الهدنة بين إسرائيل ولبنان على الأوضاع الأمنية في المنطقة، وهل يمكن للجهود الدبلوماسية أن تحتوي هذا التوتر المتصاعد؟ يعني اليوم لنا أن نقول أن الهدنة ضوابط استمرارية وجودها وبقائها هما عاملان. العامل الأول بنيامين نتنياهو وحكومته، ولمسنا في الأيام الأخيرة الماضية حالة من التناقض ومن الاشتباك في التصريحات ما بين المؤيدين والمعارضين وبين المتفقين والمتنافرين، وقد يكون أبرز ما في تلك التصريحات وما صدر عن المعارض بيني جانتس، والذي طالب بتدمير الدولة اللبنانية ومهاجمة مؤسسات الدولة. وهذا حقيقة يعني صوت جديد بنغمة جديدة بلغة جديدة، قد يكون سببها هو محاولة إحراج بنيامين نتنياهو والفوز على نتنياهو من خلال تسجيل النقاط بالمنافسة على الأصوات، على اعتبار بأنه وقف الحرب بغير صالح إسرائيل، وقف العدوان على لبنان بغير صالح إسرائيل، وهذا ما أراد أن يوصله بيني جانتس. النقطة الثانية وهي الأحداث في سوريا. الأحداث في سوريا بكل تأكيد تلقي بظلالها على المنطقة. انفلات اعقال الجماعات الإرهابية على مناطق حلب والسيطرة على حلب، ثم التوجه جنوبا إلى منطقة حماة، ويعني في حال تقدمت باتجاه حمص، هذا يعني أن هناك قطعا لطرق المواصلات ما بين العراق. بأسف دكتور أحمد شديد، ننتقل لهنا على الهواء مباشرة لوقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الأوغندية.